النطفة مثل البذرة، هذه النطفة، النطفة بذرة، نطفة، نقطة من الماء، نقطة من الماء يختلط فيها ماء الرجل وماء المرأة، نطفة، ثم تتحول إلى دم، إلى علقة، إلى دم، ثم يتحول الدم إلى مضغة، إلى قطعة لحم، ثم يتحول قطعة اللحم إلى أعضاء وعروق وسمع وبصر وحواس، ثم تنفخ فيه الروح ثم يحيى. أليس ذلك بقادر؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالذي قدر على تحويل هذه النقطة من الماء الأمشاج، يعني المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى، تحول إلى إنسان، هذا الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء وأنشأه، قادر على إحيائه بعد موته. وإذا كانوا يقولون إنه يضيع في الأرض ويتفتت، الله جل وعلا يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالتراب الذي تحول من هذا الإنسان يعاد لحما ودما وعظاما كما كان، هذا الرفاة يعاد ويتكون كما كان ولا يضيع منه شيء، وحتى لو فني كله صار تراب في شيء ما يفنى، وهو حبة يسيرة عجب الذنب لا يفنى، هذا منه يركب خلق الإنسان، هذا يبقى في الأرض وهو حبة صغيرة ما تشاف ولا تدرك، حبة صغيرة تضيع في الأرض، بذر، هذه بذر للإنسان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني يعجزون الله عز وجل